عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدين الكرام وحلقة الجمعة من ساعة صباح، والتي سنخصصها اليوم للتعرف على كيف نستخلص من حدث الهجرة النبوية الشريفة دروس لواقعنا المضطرب، خاصة ونحن على مشارف استقبال عام هجري جديد. فكل عام وأنتم بخير. لم تكن الهجرة النبوية الشريفة وليدة لحظة أو نتاج قرار فعلي، لكنها كانت خيارا استراتيجيا نقل رسالة الإسلام إلى دوائر أرحب، وكانت من الله المشيئة والمعونة ومن نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام السعي والتخطيط. ويسر الله أن يكون فعل الهجرة لا يوم البعث انطلاقا لتقويم إسلامي يؤرخ لتاريخ الدين وحوادثه، كما تأتي الهجرة النبوية لتطرح مفهومي الوطن والمواطنة للتدقيق والمراجعة. وفي حلقة الجمعة من ساعة صباح سنحاول أن نتعرف على حكمة اعتبار الهجرة تقويما للأمة، وماذا نستخلص من دروس من الحدث تعيننا على فهم وتجاوز واقع الأمة الذي يموج بالكثير والكثير من الاضطرابات والصعوبات. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في استوديو ساعة صباح الدكتور محمد يسري، نائب رئيس رابطة علماء المسلمين. أهلا بفضلكم دكتور. مرحبا، وكل عام وحضرتك بخير. خير إن شاء الله. كما نوه مشاهدينا الكرام إلى أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر. في البداية دكتور محمد، يعني ما الفرق بين الهجرة والسفر؟ أليس كلاهما انتقال من مكان إلى آخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالهجرة تعني بمعنى الترك والانتقال من مكان إلى مكان، وقد تأتي بمعنى هو ضد الوصل، فضد الوصل هجر وهجرة. والهجرة في الأصل اسم من هجر، هجر يهاجر هجرة وهجرا، وكلاهما مستعمل في اللغة. والاصطلاح الشرعي للهجرة هو الانتقال من بلد كفر وحرب إلى بلد إسلام وسلم. فالهجرة في مصطلح الشريعة تعني أن ينتقل مسلم فرارا بدينه من أذى واضطهاد يلقاه في بلد لا تدين بالإسلام ولا تحكم به وتضطهد أهله إلى بلد على الضد من ذلك. إذن هذه الهجرة سفر مخصوص، سفر معين، سفر له ميزة، إنه سفر يحمل عليه الفرار من الفتن، أو يحمل عليه الهروب بدين الإنسان مما يلقاه في تلك البلد التي لا تدين الدين الحق. إذن الهجرة نوع من السفر، لكنه سفر يرتبط بإقامة الدين ونصرة الدين، ولهذا كان السفر على هذا النحو من هذه البلد التي لا تدين بالإسلام وتحارب أهله سفرا واجبا. فتعينت الهجرة على من عين الله تعالى عليهم الهجرة من مهاجري النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان. طب هل تتوقف الهجرة عند حدث الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أم الأمر موكول ومستمر في هذه الأمة طالما يتعرض الإنسان للاضطهاد؟ وفي الحقيقة الهجرة هجرتان، هجرة حسية مكانية وهجرة معنوية. فالهجرة الحسية المكانية الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وبلاد الكفر لا تزال موجودة وبلاد الإسلام لا تزال موجودة، ويوجد هنا مسلمون يضطهدون في دينهم، فهم يحتاجون إلى أن ينتقلوا إلى حيث يأمنون على أنفسهم وأهليهم وأموالهم. ولهذا فإن معنى الانتقال من هذه البلد إلى تلك طلبا للسلامة في الدين باق إلى يوم القيامة. نعم. فليس خاصا إذن بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم. يهاجر الإنسان من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، ويهاجر من بلد البدعة إلى بلد السنة، ويهاجر من البلد التي يخاف فيها على نفسه ولا يأمن فيها على أهله وماله وولده إلى بلد يأمن فيها على ذلك كله. وهذا يدل على أن الهجرة ماضية،
وهذه الهجرة الحسية باقية. هناك هجرة أيضا باقية لكنها ليست هجرة حسية، بل هي هجرة معنوية، هي هجرة قلبية. ما هي هذه الهجرة؟ هذه هجرة الذنوب والمعاصي، كما قال الله تعالى لنبيه والرجز فاهجر، أي اهجر عبادة الأوثان والأصنام، اهجر كل ما عبد من دون الله، اهجر كل معصية. ولذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم المسلم والمهاجر فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طيب هنا قد يتبادر إلى الذهن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح لكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، قالها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه مكة. فتح الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعاد إليها فاتحا بعد أن غادرها مهاجرا، وأنزل الله عليه قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحق فاتحا مكة مكسرا لهذه الأصنام ومحطما لها، وهو يتلو قول الله: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فبعد أن زهق الباطل باطل الأصنام وزالت دولة قريش دولة الكفر، صارت مكة دار إسلام، فلا يهاجر من دار الإسلام، لا يهاجر من دار الإسلام. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. فأراد بعض الصحابة رضي الله عنهم بعد أن فتح الله على نبيه مكة أن يهاجروا إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مضت الهجرة لأهلها، يعني انقطعت الهجرة وذهب ثوابها وفضلها بعد فتح مكة. ثم قال: ولكن جهاد ونية. إنما فتحت مكة جهادا، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من خرج، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، لا ينقطع الجهاد، الجهاد باق. طيب في نقطة حضرتك تحدثت عن أن الهجرة حسية ومعنوية، في الأمر الحسي يعني لو تحدثنا عن الواقع الحالي، أناس يعني في دول إسلامية يعني اضطهدوا وانتقلوا إلى دول غير إسلامية، لكن وفرت لهم الأمن والأمان على أنفسهم وأموالهم ودينهم. نعم. يعني كيف ترى هذا الأمر في ظل حضرتك كنت تحدث على أن الهجرة من دار كفر إلى دار إيمان؟ للحقيقة المعنى أعم من أن يكون الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان فقط، فإننا ننتقل من دار الخوف إلى دار الأمن، وهذا موجود من قديم من زمنه صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم آذن لأصحابه في أن يهاجروا من مكة إلى أين؟ إلى الحبشة. ولم تكن الحبشة دار إسلام، وإنما كانت دار أمن ودار عدل لا يظلم فيها أحد. سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن بها ملكا لا يظلم أحد عنده، فأمرهم بأن يتجهوا إلى الحبشة، فإن فيها بالنسبة لهم مكانا يتسع لأن يقيموا دينهم في أمن وأمان. إذن إذا اضطهد الإنسان في دينه وألجئ واضطر إلى أن يخرج من بلده التي آذته إلى بلد أمنته، فإن هذا يدخل في هذا المعنى. وقد خرج الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من ديارهم التي اضطهدوا فيها إلى ديار لم يكن لهم بها تمكين ولا أهل ولا أتباع، بل كانت على غير الملة والدين الذي كانوا عليه، ومع هذا أمنوا في هذه البلاد ودعوا إلى الله. لكن في هذه النقطة شيخنا الفاضل ربما يقول أن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر صحابته بالهجرة إلى الحبشة لم يكن هناك أرض إسلام ولا أرض إسلامية ولا دولة إسلامية، لكن الآن هناك دول إسلامية موجودة بالفعل موجودة، ومع ذلك هناك من ينتقل إلى دول غربية أمريكية لكن توفر الأمن على نفسه وماله ودينه. يعني إذا صار الإنسان مضطرا إلى أن يغادر أرضه التي نشأ فيها ودرج لأنه يظلم فيها وينتقص فيها من دينه وعرضه وحقه، فإن الهجرة أي الانتقال من بلد إلى بلد يكون فيها الظلم أقل أو الظلم أخف، هذه هجرة مشروعة. لماذا؟ لأن الإنسان مأمور بأن يدفع الضرر عن نفسه
والله تعالى نبه إلى هذا المعنى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا وطويلا، لا ضرر ولا ضرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذه الرخصة للإنسان إذا كان مضطرا أن يخرج. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما يعني مكان ينتقل فيه، يأمن فيه على نفسه، ويستطيع أن يراغم أعداء الله الذين أخرجوه، ويستطيع أن يعمل من خلال وجوده في هذه الأرض لاستعادة الحق أو لرد الأمر إلى نصابه في بلده وفي أرضه. هذا معنى المراغم، بما أنه وجد في هذه الأرض فإنه يستطيع أن يراغم أعداء الله عز وجل. وسعة أي سعة في الرزق. نبي الله إبراهيم هاجر كما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم من بعده، قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هاجر ببعض أهله إلى الحجاز، وأسكن بعض ذريته الحجاز، وأسكن البعض الآخر من ذريته بلاد الشام. فكان في البلدين المقدسين وفي الأرضين المباركتين، أرض مكة إسماعيل وأمه، وأرض الشام أو بيت المقدس وفيها إسحاق وأمه صلوات الله وسلامه على أنبياء الله. لوط أيضا هاجر من بلده وأرضه إلى الشام. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خرج من بلده خائفا يترقب. إذن الهجرة كأنها سنة من سنن الله في الأنبياء، سنة من سنن الله في المصلحين. لا تقبل الأرض التي يبعث فيها النبي رسالته إلا بعنة ومشقة، قد يضطره ذلك إلى أن يخرج ثم يعود كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، أو يخرج ولا يعود. وهذا يدل على أن الارتباط بالأرض في دين الله عز وجل إذا كان فطرة أو غريزة فإن ما يقابله عقيدة وشريعة، وهي إقامة الدين ونصرة الحق. يضطر المسلم أحيانا إلى أن يغادر أرضه وأن يفارق أهله، لا لشيء إلا لأن يقيم الدين الذي أمره الله عز وجل به. فهذه سنة الله في الدعوات، سنة الله في الأنبياء وفي المصلحين من بعد. طيب بالعودة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث هذه الحلقة، هل كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتقاء لاضطهاد الكفار والمشركين، أم كانت لها أهداف أخرى أكبر وأسمى؟ لا شك أن الخروج من دائرة التضييق هدف بذاته، الخروج من دائرة التضييق والاضطهاد والتعذيب والحصار هدف بذاته. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتغشى الأقوام في مجالسهم وأسواقهم ومنتدياتهم، يقول من يحملني، من يؤويني حتى أبلغ رسالة الله، حتى أبلغ دين الله. يعرض نفسه صلى الله عليه وآله وسلم على القبائل في مواسم الحج، في الأسواق، في المنتديات، يغشى القوم في هذه المجالس، يعرض دعوته ويريد أن يحملوه في ركابهم. يعرض على أهل الطائف ويسافر إليهم ماشيا صلى الله عليه وآله وسلم، ويعود ماشيا نحو من 100 كيلومتر. في هذه الأزمان نقدرها بنحو 100 كيلومتر يمشيها صلى الله عليه وسلم على قدميه الشريفتين إلى الطائف، ثم تدمى عقباه الشريفتان صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يرجع عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن معه أحد. لم يظفر في هذه الرحلة إلا بعداس في الطريق صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا المعنى يجب أن نلحظه ويجب أن ندركه. طب قبل أن نكمل هذا المعنى، معنا اتصال الأستاذ إبراهيم من الدوحة، تفضل أستاذ إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم ويحيي شيخنا الفاضل. الله يحفظك، تفضل أستاذ إبراهيم. الله يعافيكم. ما السبب الحقيقي وراء قتل واضطهاد من قال ربي الله، سواء كان نبي أو غيره؟ والسؤال الثاني، الله يعافيكم، ما يحصل في الشرق الأوسط، هل سببه الحسد على دين العرب أم على ملك العرب؟ وبارك الله فيكم. شكرا لك إبراهيم، شكرا جزيلا. سنجيب طبعا على هذه الأسئلة بعد أن نكمل هذا الكلام عن فكرة الهجرة والسبب الرئيسي. إذن الغرض كان الخروج من دائرة التضييق، لكن إلى أي شيء نخرج؟ نخرج لإقامة الدين. ولهذا رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما وطئت قدماه الشريفتان أرض المدينة بنى المسجد ليعلن
أن شعار هذا الدين الصلاة، أن عمود هذا الدين الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بإقامة أركان الدين ودعائمه وشعائره وشرائعه، وحيث ضيق عليه في مكة فلم يستطع أن يظهر دينه، واضطهد أصحابه لأجل أنهم يقولون ربي الله، واضطهد أصحابه لأنهم يقولون لا إله إلا الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله إياه أن يخرج أصحابه من هذه الدائرة لينتشر هذا الدين، وإلا بقي محاصرا فمات هذا الدين بموت من يحملوه. لذا كان الانتقال من مكة إلى المدينة انتقال من الاستضعاف إلى الاستخلاف، انتقال من القلة إلى الكثرة، انتقال من حالة الضعف إلى حالة القوة. ولهذا من الله تعالى عليهم وامتن، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يبقى إقامة الدين هدف أساس من وراء هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم فتح أبواب الدعوة إلى الله والانفتاح على العالم بأسره. ولهذا الداعية إلى الله إذا خرج من بلده لا يأسى ولا يحزن ولا يأسف، وإنما يتذكر ما كان من حاله صلى الله عليه وسلم، خرج من القلة إلى الكثرة، ومن الضعف إلى القوة، ومن قلة ذات اليد إلى كثرة ما بيده صلى الله عليه وسلم من أسباب القوة. وهكذا الدعاة إلى الله عبر يعني القرون يخرجون من حال إلى حال هو أفضل، وإن بدا لهم أن هذا فيه شيء من الكراهة. التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو يخرج ويقول والله إنك لخير أرض الله وأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ومع هذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التآمر، فكان من وراء هذا الخروج الفتح العظيم والنصر المبين لدين الله تعالى. إذن الهجرة كما ترمي إلى فك الحصار عن المستضعفين ترمي إلى إقامة الدين ونشر الدعوة وفتح الأبواب واستثمار كل الفرص الممكنة والطاقات المتاحة لإقامة الحق في الأرض. نعم، معنا اتصال آخر الأستاذ السماول من السودان. تفضل أستاذ السماول. السلام عليكم يا شيخ محمد. السلام ورحمة عليكم الله. السلام وبركاته. الله يسلمكم ما شاء الله، يعني أقول لكم جمعة مباركة وجمعة سعيدة عليكم على الشيخ. الله يحفظك. برنامجكم برنامج شيخ وبرنامج مفيد، أكرمكم الله بالصحة والعافية. الله يكرمك. أنا بسأل مولانا الشيخ محمد، بقول له إنه أنا بسبح بالسبحة المسبح في اليوم مثل ألف ألفين ثلاثة ألف يوم الجمعة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فسألت شيخ في السودان قال لي ما تسبح السبحة، هي ما كانت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبس ثاني بمسك السبحة من الصباح للمساء بيستغفر يمكن عدد يصل لعشرة ألف استغفار على استغفار في اليوم. فأنا أتمنى إنه هل أعرف من الشيخ إنه هي ما أسبح بها أصل أواصل فيها ولا أجيب؟ نعم، شكرا لك يا أستاذ سماؤل، وربنا يتقبل منك يا رب إن شاء الله بإذن الله. سريعا على أستاذ سماؤل، استخدام المسبحة أو أي آلة في العدد، هل هذا الأمر فيه مشكلة؟ اتخاذ السبحة للعلماء فيها أقوال ثلاثة، قول بالسنية وهو بعيد، وقول بالبدعية وهو بعيد. والصواب فيما رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره أن استعمال المسبحة جائز، أن استعمال المسبحة جائز، لا يلتحق بالسنة حيث لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يلتحق بالبدعية حيث فعله بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. فمنهم من كان له خيط فيه عقد يسبح به كأبي هريرة، ومنهم من كان يتخذ الحصى أو النوى يسبح فيه كبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا يشتد الإنسان في أمر السبحة فيلحقها بالبدعة، ولا يعني يذهب إلى أنها سنة بغير دليل، لكن ينبغي أن نلحظ أمورا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرضه وكان يسبح على أنامله ويقول إنهن مستنطقات، يعني يوم القيامة تنطق بما كان عليها من التسبيح. فالأولى والأفضل والأكمل لمن صلى فرضه أن
يسبحها على أنامله. نعم. وأما التسبيح الكثير الذي يتخذه أخونا الكريم كما كان يفعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أو غيره، فهذا يستجيز أن يوجد له آلة أو وسيلة. وبالجملة فإن وسائل التعبد لا تدخل فيها البدعة. وسائل التعبد لا تدخل فيها البدعة. إذن بالنسبة للأخ السماوي جائز أنه يستخدم المسبحة في الاستغفار والصلاة على النبي، ما شاء الله بيصلي ألف مرة. ولينتبه أنه بعض الناس يتخذ السبحة شعارا أو يتخذها رياء أو يتخذها للإشارة أنه ذاكر لله، فهذا قادح في نيته، قادح في إخلاصه، الذي يعلق السبحة في رقبته. نعم. ويسير بها متفاخرا أو مرائيا، هذه ليست حالة الذاكر لله عز وجل. نعم. المخبت. نعم. فلينتبه لمثل هذه الممارسات. نعم. التي تنتقد ولا تباح. معنا اتصال الأستاذ أحمد من السودان، فضل أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل أستاذ أحمد. التحية لجميع قنوات الجزيرة، قنوات الحق وقنوات الأمة، والتحية لبيت الله الكريم. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم. الحقيقة عندي سؤال، هو يعتقد كثير من أبناء المسلمين أن الحرب على الإرهاب والتطرف هي حرب على كل من يدعو لكي يكون الإسلام نظاما للحكم ومنهج للحياة، لأن هذا الأمر يمثل أشواك كل مسلم ومسلمة. هل هؤلاء على صواب أم على خطأ؟ السؤال الثاني، ألم تكن هذه الحرب هي سبب الشغار والبغضاء والدماء وعدم الاستقرار التي تحدث بين الدول الإسلامية أو بين الشعوب المسلمة الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، شكرا جزيلا لك. معنا الأستاذ عبد السلام من تونس، فضل أستاذ عبد السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل أستاذ عبد السلام. أنيس شعبان من تونس، قصيدة شعرية. تأذهب إلى قصر قرطاج واغتصب رئيس دولة تونس الميبون الباجي قائد السبسي ونيك وترمته العجوز الشمطائي وحش قضية. أشكرك أستاذ عبد السلام من تونس. يعني هذه الحلقة مخصصة للأسئلة الدينية وحلقة اليوم عن الهجرة، فنرجو أن تكون الأسئلة في هذا الإطار. أستاذ عبد الله من الأردن، فضل أستاذ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني سؤالي لفضيلة الشيخ، هل هذه الهجرة النبوية الشريفة بملابساتها وأحداثها هي للذكرى فقط أم للعمل والاقتداء بها من أجل إقامة دولة الإسلام التي نحن فقدناها منذ 90 عاما، والذي يصيب المسلمين اليوم هو بسبب فقدان هذه الدولة لتطبيق شرع الله؟ وما موقف الشيوخ والعلماء الأكارم من في مثل هذا الموقف والعمل من أجل تخليص الأمة بتطبيق شرع الله ومبايعة خليفة على منهاج رسول الله؟ وشكرا لك. شكرا لك أستاذ عبد الله من الأردن، شكرا جزيلا لك. ربما نربط الأسئلة ببعضها. نعم. سؤال أستاذ إبراهيم من الدوحة، لما تحدث عن السبب الحقيقي وراء اضطهاد من قال ربي الله، هل فكرة أن كل من يدعو إلى التوحيد، إلى الإسلام، إلى الفضيلة، لابد أن يتعرض للأذى؟ هل هذه سنة من سنن الله عز وجل؟ هل هذا أمر لابد منه؟ وربما نربط هذا أيضا بالسؤال فيما يخص الهدف الرئيسي من الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فسنة الله تعالى جارية فينا وفي الذين من قبلنا أن يفتن الناس بالسراء والضراء، وفتنة الضراء هي الأغلب وهي الأكثر في حق الأنبياء والأولياء والصالحين، إذ الناس يبتلون على مقادير أديانهم، فأديان الأنبياء والصالحين والمصلحين أعظم من أديان غيرهم، فبلاؤهم من هذه الجهة أشد، والبلاء من جهة الضراء أعم. وهذه السنة ماضية فينا وفي من قبلنا وفي من سيأتي بعدنا. ولهذا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقع لأنبياء الله تعالى عامة وكافة، والنادر لا حكم له،
والذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه وقع لمن بعده من المصلحين في دينه وعلى سنته وفي ملته، وهذا أيضا كثير غالب والنادر لا حكم له. إذن الاضطهاد واقع من حيث إنك تقول ربي الله، من حيث إنك تدعو إلى لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تتضمن إخلاص العمل لله، إخلاص العبادة لوجه الله، كما تتضمن إقامة الدين لله، كما تتضمن إقامة الحكم والشرع والتحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الدولة من الإسلام، كما أن الدعوة من الإسلام. فلا فرق إذن في حس المسلم بين أن يقيم دينه وبين أن يتحاكم إلى كتاب ربه. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالله تعالى الذي له الخلق والخالق، وسبحانه وتعالى الذي له الأمر، يأمر فيطاع وينهى فلا يعصى سبحانه وجل في علاه. إذن لا يشتبه الأمر علينا أن إقامة الدين لا يتضمن إقامة الدولة، وأن إقامة التوحيد لا يتضمن إقامة الحكم بين الناس بالحق وفقا لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن مقاصد الهجرة، إذا قلنا إن إقامة الدين هو المقصد الأساس، فإن هناك مقاصد جزئية، إقامة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كان هذا سببا لإحكام هذا المجتمع، ثم التحاكم إلى كتاب ربنا وسنة نبينا من خلال دولة يقودها النبي صلى الله عليه وسلم ويتصرف فيها بتصرفات الإمام، وعلى التوازي هناك الدعوة والرسالة التي يتصرف بها النبي صلى الله عليه وسلم، تصرفات النبي والرسول صلوات الله وسلامه. هنقف عند هذه النقطة لأنك اتصال أستاذة لارا من فرنسا. أهلا بك أستاذة لارا، تفضلي. أستاذ ناصر من فرنسا معذرة، تفضل أستاذ ناصر. حياكم الله وأشكر شيخنا الفاضل. أرجو من السادة المتدخلين كناصح مسلم أن يلتزموا بالموضوع، لا يتكلموا في كذا. أنا مهاجر من سنة 1985 في باريس، فالحمد لله بتوفيقي ما تمكننا من إقامة مراكز إسلامية، لكن هنالك بعض الفتاوى تأتي من دول خارجية لبعض المسلمين أن فرنسا هي ليست بلاد المسلمين وخروجوا منها، وفي يعني شباب متحصل على الفيزياء ترك هذه المهنة وذهب يعني خارج البلد ويقول هذه بلد كفر، فيأكلون الغلة ويسبوا الملة. فرجاء يعني أن تنصحنا كيف نعيش في الغرب ونستغل تواجدنا فيه لأنه يحفظ ديننا وعرضنا ومالنا وأنفسنا. جزاكم الله خيرا. شكرا لك أستاذ ناصر، شكرا جزيلا لك أستاذ ناصر. هذا سؤال مهم الأستاذ ناصر، هو مهاجر من فرنسا سنة من 85 حتى الآن، وحافظ على دينه، ساعد في تأسيس مراكز إسلامية، هذه المراكز تساهم في الدعوة إلى الله، لكن هناك من يأتي له فتاوى أن هذه بلاد كفر، لابد أن تخرج منها وألا تعيش فيها لأنها تضيع عليك دينك. فهناك من يترك هذه البلد أو يكون في البلد لكنه مبغضا لها، كارها لها، يسعى لإيذائها. وفي الحقيقة هذا الأمر يجب أن نتأمل فيه من جهتين. جهة من ولد وعاش واستقر في تلك البلاد وأسلم حيث إنه لم يكن مسلما، فهذه أرضه وتلك داره التي فيها نشأ وعليها ترعرع وصارت له فيها حقوق، ويستطيع أن يظهر فيها دينه، وهذه قضية أخرى مهمة. فمتى ما كنت قادرا على إظهار دينك، آمنا على نفسك ومالك وأهلك وولدك، فإنه لا يوجب أحد عليك أن تهاجر من هذه الدار إلى غيرها. قد يقول لك أحدهم بالاستحباب، أو يوجب أحد عليك هذا إذا كنت عاجزا عن إقامة دينك، أو غير آمن، كنت خائفا على نفسك وعرضك ومالك وأهلك، عندئذ تؤمر بأن تخرج منها. وأحالنا في هذا الزمان حال عجيب، حين يخرج الناس من بلاد المسلمين وأرض المؤمنين إلى بلاد هي لغير المسلمين، يطلبون فيها الأمانة ويطلبون فيها يعني حالة من الاحترام لآدميتهم وإنسانيتهم. نعم، معذرة مولانا، معنا اتصال آخر من فرنسا أيضا. أستاذ رشيد من فرنسا، تفضل. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وأنت وشيخك. الله يحفظك، تفضل. والله لي سؤال، أنا فرحت يعني دخلت البيت وشعلت التلفاز، فكلك يعني موضوع جديد حساس. يعني الأخ اللي يتكلم من فرنسا يقول بأن إحنا في فرنسا نقوم دلنا ونقيم شرع الله، والله هو يكذب، يعني يقيم شرع الله وإحنا في خوف من أولادنا في المدارس، والله كل يوم إحنا خوف في المدارس من أولادنا. ويقول أن تذهب إلى الهجرة إلى أي دولة إسلامية، الجزائر دولة علمانية، تونس، المغرب، كل الدول دولة، لا توجد دولة إسلامية. نعم، إذا كانت دولة إسلامية الخلافة فيجوز أن نرحل، ولكن لا توجد دولة إسلامية، لا توجد دولة إسلامية. إحنا هاجرنا من الدولة العلمانية، إحنا هاجرنا من الحبش، إحنا مظلومين في الجزائر، مقهورين في تونس، المغرب، تذهب الإمارات لا يستقبلوك، الأردن لا يستقبلوك، إحنا ضمن الجنسية باش نذهب إلى دولة مسلمة. وضحت فكرتك أستاذ رشيد، وهي فكرة هامة وتسير في نفس السياق. يعني أستاذ رشيد يقول أن هو في فرنسا لكن يخشى على أبنائه في المدارس من الأفكار، لكن في نفس الوقت لا يستطيع أن يذهب إلى بلده، لا يستطيع أن يرى بلدا إسلامية آمنة عليه وعلى دينه، فماذا يفعل؟ هو بين نارين. إذا وجد من يمنع السفر والانتقال من بلد الإسلام إلى بلد الكفر لسبب أو لآخر، فإنه لا يوجد ما يمنع أن ينتقل الإنسان من بلد الإسلام إلى بلد الكفر حيث لم يأمن على نفسه ولا على دينه ولا على ماله وأهله وعرضه في تلك الدار التي يغلب على أهلها أنهم من المسلمين. لهذا هاجر الصحابة، أو هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو هاجر المصلحون والقائمون بأمر الدعوة عبر القرون منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. يضطهد الداعية إلى الله في بلد فيخرج منها إلى غيره، قد يكون هذا البلد غير مسلم لكنه يقيم له فرصة تمكنه من الدعوة إلى الله، تمكنه من العمل بحرية، تمكنه من اكتساب معيشته وقوته. من اضطهد في بلده واضطر، كان صدرت عليه أحكام مثلا بالإعدام أو بالسجن الطويل، هذا صار مضطرا، لا يوجد من أهل العلم من يقول له يحرم عليك أن تنتقل من هذه الدار التي تقتلك، كما كان أهل مكة يريدون يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن كل من احتاج إلى أن ينتقل إلى تلك الدار، بل واحتاج إلى جنسيتها أيضا على وجه الاضطرار، لا يوجد من يحرم عليه أو يمنع عنه أن يكون في تلك الدار أو يوجد فيها. أما إذا وجدت دار تقيم الإسلام وتعظم الحرمات وتمكن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وتستوعبه وتقبله، إن الجاليات الإسلامية التي تعيش خارج بلاد المسلمين تبلغ الآن نحو 400 مليون مسلم. تعلم أن الأمة الإسلامية، الأمة العربية الموجودة في ديار العرب، لا يزيد تعدادها عن 350 مليون مسلم. يعني عندنا نحو نفس هذا العدد فيما يسمى في بلاد الأقليات، لا تستوعبهم بلادنا ولا يمكن أن تستوعبهم بحال. فليكن عندنا من التمييز والمعرفة والبصيرة بواقعنا المعاصر، وكثير في هذا الربيع العربي الآن يهاجرون مضطرين من بلادهم إلى بلاد أخرى، سواء كانت في ديار الإسلام أو خارج ديار الإسلام. بقيت القضية أن علينا أن نقلل السلبيات التي تنشأ عن الإقامة في بلاد غير مسلمة. سلبيات. معنا اتصال سريع لأنه من مصر. أستاذ صافي تفضل. أيوة تفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة احنا سمعينك يا أستاذنا، يا ريت تسمعنا من الهاتف وليس من التلفاز. أيوة عاوز اسال الشيخ. اتفضل. ها معك الدكتور محمد، اتفضل. ايوه الو، احنا سامعينك يا استاذ صافي، يا ريت تسمعنا من التليفون مش من التلفزيون، يعني وطي التلفزيون شويه وكلمنا من التليفون. ايوه حضرتك الشيخ، انا بيجي زي ما تقول الواحد سنه 88 حجيت، وبعد ما كملت الحج. ايوه تسافي سامعينك يا استاذ صاف. زرقاني واحد كده، حلفت بالطلاق، الواحد من الشقه لغايه بالوقت، وقدمت 4 مرات 5 مرات الحج ما جتنيش
فرصه. ايه في الله؟ لا السؤال مش واضح يا استاذ صافي. حضرتك بتقول حضرتك حجيت قبل كده؟ طب وبعدين؟ في 88. نعم. وبعدين زي ما تقول معانا واحد كده غرقني اللي هو بتاع التوبيس وهني وقت طلعنا من جبل عرفات حلفت بطلاق. ايه الحكمه في الطلاق ده في المكان المقدس؟ حلفت بالطلاق وانت على جبل عرفات؟ بعد ما طلعنا منه. طب حلفك ده وقع ولا يعني حلفت على شيء وبعد كده حدث ولا لم يحدث؟ انا حلفت على شيء كده يعني في العربيه زي ما تقول غرس الدنيا في جبل عرفات لما نزل نزق وحلفت له طلقات. انت ما ادوت لا تسوق ولا هني وطلع طلع الحوار حصل بيني وبين السواق بتاع التوبيس. يا استاذ صافي يعني حلفك بالطلاق لا علاقه له بالحج. اذا كنت قد حججت حجه صحيحه وقفت على عرفه وطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة وأديت أركان الحج وواجبات الحج على وجه صحيح فحجك سليم. مسألة الحلف بالطلاق دي مسألة أخرى مستقلة تبحث مع الشيخ الذي تعرفه في بيتك وبلدك على نحو يفهم منك وتفهمه. يبقى طمن الحجة كده صحيحة لا علاقة لها بالحلف بالطلاق. نعم شكرا لك أستاذ صافي من مصر. شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام فصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال النقاش فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد ونتحدث عن الهجرة النبوية المباركة وفي هذا اللقاء مع الدكتور محمد يسري. دكتور محمد يعني الحديث عن فكرة الانتقال والهجرة ما هي المعايير التي تضبط تواجد الإنسان في بلد ما أيا كان هذا البلد؟ أحسنت هذا هو السؤال المهم في هذا السياق. ليست القضية أن تقيم في بلد ينطق بالعربية أو ينطق بالفرنسية، إنما القضية أن تقيم في بلد يبيح ويتيح لك أن تقيم دينك وأن تظهر شعيرتك وأن تأمن فيه على نفسك وأهلك ومالك. فمتى وجدت هذه المسائل فالإقامة عندئذ مباح. بالنسبة لمن ولد وعاش في تلك البلاد أو هاجر واستقر أو حصل على جنسيتها وهو قادر على إقامة دينه وإقامة أحكام دينه وشريعته آمن على نفسه وأهله وماله فهذا لا يؤمر بالهجرة وجوبا من هذه البلاد، ولا يستطيع أحد أن يقول له اذهب إلى بلد تضطهد فيها أو تستباح أموالك وينتهك عرضك فيها. لا يوجد من يقول هذا لا بالشرع ولا بالعقل. فالشرع والعقل يمنعان أن يستأسر الإنسان أو أن يضع نفسه في حالة تجعله في موضع الدنية أو يضع نفسه في موضع هو موضع الفتنة. إنما شرعت الهجرة للفرار بالدين من الفتن، فحيثما كانت الفتنة أقل فإن الإقامة هنا أرضى ويعني أكثر مشروعية من مكان آخر تضطهد فيه في دينك. لنعتبر هذه المعايير بعيدا عن مسألة إجراء الأحكام. فإن الشرع إذا نحي عن بلاد تنطق بالعربية وحكم بغير الشرع المطهر كيف لنا أن نقول إن الحكم إسلامي؟
إذا كان الحكم يقوم على العلمانية، هل يسوغ لنا أن نقول إن الحكم إسلامي في هذه الديار وأنه تعلوها أحكام الإسلام؟ إذا كان الشرع قد استبدل، كيف لنا أن نقول إن الناس يتحاكمون إلى الشرع في هذه البلاد؟ نعم، الأهل أهل هذه البلاد قد يكونوا مسلمين، لكن إذا علتهم هذه الأحكام صارت هذه الدار دارا مركبة، دار مركبة. يعني إذا معيار الأمن ومعيار الحرية أن تأمن على نفسك، على النفس والمال والعرض والأهل والقدرة على إظهار الدين وإقامة الشعائر من غير تضييق، هذه حريات أن تتعبد أو أن تعبد الله عز وجل وفق ما تعتقد، هذا يجب أن يكون مكفولا للإنسان من حيث هو إنسان. نعم. إذن من حصل له ذلك فإنه يقيم. ثم هناك هجرة محرمة من تلك الديار، كيف؟ لو أن إنسانا يقيم بتلك الديار وهو مسلم، يقيم شعائر دينه ويقيم إسلامه ويتحاكم الناس فيما بينهم إلى الإسلام، فقيل لهم هاجروا من هذه البلاد الغربية أو الشرقية إلى بلاد عربية مثلا، فترتب على هذه الهجرة أن يستولي على هذه الأرض غير مسلمين، أو أن يستولي على هذه الأرض غير مؤمنين، أو أن يتحاكم فيها إلى غير كتاب رب العالمين، تحرم الهجرة من هذه البلاد. لماذا؟ لأن في وجودهم لأن هذه الأرض على هذه على هذا النحو هي أرض إسلامية، وإخلاؤها من المسلمين يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى أن تكون أرض غير إسلامية وأن يتحاكم الناس فيها إلى غير الإسلام. وهناك مذهب رائع أصله بعض العلماء يقول فيه أن كل أرض رفعت لا إله إلا الله يوما من الدهر فهي أرض مسلمة وإن زال المسلمون عنها. لماذا؟ يقولون بهذا القول حتى يوجبوا على المسلمين أن يعودوا إلى أرضهم وديارهم وبلادهم وأن يستعيدوا ما فقد من أمجادهم. نعم. هذا قول ينبغي أيضا اعتباره والنظر إليه. نعم. نتوقف الآن أعزائي المشاهدين مع تعليقات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع حلقة اليوم والهجرة. إذن دارت تعليقات فضيلة الدكتور حول فكرة الهجرة من المعصية إلى الطاعة، وكما قلت حضرتك أن هذه هجرة معنوية، والهجرة من العمل إلى العمل إلى الدين. وجزء من التعليقات دارت حول النبي صلى الله عليه وسلم والشوق إليه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لو تحدثنا في الوقت المتبقي عن المهاجر، النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر، كيف كان سلوكه في الهجرة صلى الله عليه وسلم؟ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علم في الهجرة ورب أمته بتعاليم عظيمة جدا، فمن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ كل الاحتياطات والتدابير والأسباب الشرعية المادية والمعنوية على حد سواء. النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ دليلا من غير المسلمين ويستأجر رجلا من بني الديل عبد الله بن أريقط وكان على الشرك. لماذا؟ لأنه خبير بالطريق الساحلي
الذي يريد أن يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير الطريق المسلوكة إلى المدينة للتعمية على أهل مكة. النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أبي بكر في نحر الظهيرة في وقت لم يكن يأتي فيه النبي أبا بكر رضي الله تعالى عنه، حتى يعمي على الرصد والعيون المبثوثة حول بيت أبي بكر، ثم يأتي البيت متقنعا صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يضع قناعا على وجهه ليخفي وجهه عن هؤلاء الذين يرصدون البيت، يخرج من خوخة في ظهر بيت أبي بكر ولا يخرج من الباب. معذرة مولانا، معنا اتصال أستاذ عوض من السودان. أستاذ عوض تفضل. ألو. ألو، سمعينك أستاذ عوض، تفضل يا فندم. هاي وي شيف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اتفضل سؤالك أستاذ عوض. أول حاجة زيارة المغابر دي في حاجة، والسبحة في حاجة، قصر المغابر المسلمين في حاجة. لا، الصوت غير واضح يا استاذ عوض، يعني ممكن ترفع الصوت قليلا؟ واسمعنا من الهاتف وليس من التلفاز. زيارة المقابر فيها حاجه؟ زيارة المقابر انواع. زيارة شرعية وهي ما كانت للتذكر والاعتبار، وكانت بالصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور عليها المقابر فيدعو لأهلها ويعتبر بحالهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه زيارة شرعية. هناك زيارة غير شرعية، زيارة يقع فيها خطاب أهل المقابر بطلب تفريج الكروب أو تبرك بأهل هذه المقابر على ما هم عليه، أو سؤال أهل هذه المقابر ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا مما يجب أن يمتنع عنه كل مسلم، وليعلم أنه محرم في دين الله تبارك وتعالى. أما زيارة المقابر بإطلاق فهي سنة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ألا فزوروها، حض وحث على زيارة المقابر للاعتبار والتذكر. بالهيئة الشرعية والصفة الشرعية تتم السنة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. أما الخروج عنها إلى غيرها مما لا يجوز أو لا يحل فهذه زيارة محرمة غير شرعية أو بدعية. طيب، لو أن هذا القبر لأحد العلماء أو أحد من عرف بالصلاح أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والزيارة هناك للتذكر عمل هذا الرجل والدعاء له بالمغفرة، كل هذا لا بأس به. لا. لا, لا لا حرج فيه، لكن الحرج، كل الحرج، أن يسأل هذا المقبور من دون الله. أو أن يطلب منه حاجة لا تطلب إلا من الله. أو أن يظن في أن هذا المقبور له تصرف في ملك الله أو في كون الله. أو أن يقع مع هذه الزيارة رسوم أو أعمال أو طقوس لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما زيارة قبور الصالحين وغير الصالحين فيقع بها العبرة، بل حتى العبرة تقع بزيارة قبور غير المسلمين. يعتبر الإنسان ويدعو عليهم بما كانوا عليه من الكفر. ولهذا لا مانع من أن تزار القبور وأن يعتبر بها وأن يتذكر، ولو كانت هذه القبور قبور صالحين أو أولياء لله تبارك وتعالى. لم يتبقى إلا دقيقة في هذا البرنامج، يعني والحديث عن الهجرة وحديث طويل، لكن بما الذي، ما هي يعني الدروس والعبر الذي يستفيد منها الإنسان في حدث الهجرة؟ نصر الله تعالى لابد آت، نصر الله تعالى لابد آت. وما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلا وهو يطلب موعود الله عز وجل في المدينة، وقد صدقه الله تعالى وعده، وقد نصر الله عز وجل عبده. فقط كن على ثقة في أن النصر لك، كن على ثقة في أن الحق معك، كن على ثقة في أنك تقفو وتتبع خطوات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وقع ذلك. فنقول عندئذ لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وصدق هذا الوعد سبحانه وتعالى، وهزم الأحزاب وحده وجل في علا. إذن هذا المعنى يجب أن يكون الإنسان مستمسكا به. لما خاف الصديق قال له: يا أبا بكر أسكت، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وقال له مرة أخرى: لا تحزن، إن الله معنا. لحقه سراقة بن مالك، وكان على الكفر يومئذ يريد 100 ناقة في رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرجع سراقة بعد أن أدرك رسول الله وهو يعمي عنه ويدفع. قال له رسول الله في هذا الموقف شديد الحرج، قال له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ رسول الله على حالة من الاستضعاف والخوف، ويدركه الرصد، يا
يلحق به سراق الفارس يريد رأس رسول الله ثم يمنعه الله ثم يقول له رسول الله بلغة الواثق من أمر الله والوحي: كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ فتحت المدائن وأخذت كنوز كسرى وأرسلت إلى المدينة ووضعت الكنوز بين يدي عمر رضي الله تعالى عنه ورفع السوارين في يديه ثم قال: أين أراه سراقة ابن مالك؟ فجاء سراقة قال: البس يا سراقة سواري كسرى موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحقق الوعد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولبس سراقة البدوي الجعشمي سواري كسرى الذي دوخ الدنيا بوعد رسول الله الصادق وبثقة النبي صلى الله عليه وسلم في أن الحق الذي أنزل إليه من ربه لا بد يوما ستعلو رايته وتبلغ الآفاق، كما قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. قد بلغ الله تعالى ملك هذه الأمة المشرق والمغرب، ونسأل الله تعالى أن يتم على أمة النبي صلى الله عليه وسلم نعمته، وأن يتم عليها منته، وأن يكتب لها النصر في الآفاق. إن ربنا جواد كريم بر رؤوف رحيم. أشكرك شكرا جزيلا. بهذا ينتهي لقاء اليوم من ساعة صباح. نشكر ضيفنا الدكتور محمد يسري الداعية الإسلامي ونائب رئيس رابطة علماء المسلمين، كما نشكركم مشاهدين على طيب المتابعة. نرجو لكم صباحا جميلا وجمعة مباركة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.